بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم متابعينا في كل مكان وحلقة جديدة وحصاد الأهلي. النهاردة عندنا آخر أخبار النادي الأهلي واستعداداته للترجي التونسي، أيضا آخر أخبار ونتائج دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. ولكن قبل ما أبدأ أخباري مع حضراتكم لازم نقف مع حاجة مهمة جدا. كابتن حمد المصري عضو اللجنة الأولمبية المصرية كان ضيف عندنا هنا في قناة النادي الأهلي، وكان ضيف مع الزميل شادي محمد في برنامج الكرة والجماهير. قال تصريح أو تصريحات مهمة جدا لازم تستوقفنا كثيرا، لأنها بتعبر إن احنا كنا ماشيين في أنهي اتجاه، خاصة إن في النادي الأهلي الفترة اللي فاتت كان بيعقد لائحته وعمل جمعية عمومية على يومين والدنيا قامت وقعدت، وكل القانونيين قالوا النادي الاهلي موقفه القانوني سليم 100%، مفيش حاجه تعيبه. برضو الكل اجمع ومن ضمنهم النادي الاهلي ان اللجنه الاولمبيه واللائحه الاسترشاديه لم تسترشد جيدا، قانون الرياضه في بعض النواقص، وكان من المفترض ان يبقى افضل من ذلك. ولكن في المجمل تصريحات الكابتن حماده المصري وخاصه ان موضوع اللائحه الاسترشاديه عدى علينا كده مرور الكرام ولم يؤخذ الاسترشاد جيدا ولم يدرس جيدا، دي حاجه نقف معاها بشكل كبير جدا. ايضا لما يطلع يقول ان موقف النادي الاهلي قانوني 100%، لان مفيش اي حاجه في القانون بتحدد لك موضوع انك تعملها على يوم او يومين والموضوع قانوني 100%، زي ما كل القانونيين اللي النادي الاهلي استشاره، وهنا بيحط الموضوع في جهات مختلف. النادي الاهلي لما بيجي يدرس وياخد قرار بيسال المختصين، فلما بيجي ياخد قرار في اي شيء، انا على فكره مش هتكلم ومش هختص الموضوع في موضوع لوائح واسترشاد والكلام ده كله، احنا هنتكلم في المجمل. النادي الاهلي مؤسسه ما شاء الله ناجحه، ليه؟ عشان لما اجي باخد اي قرار في اي شيء، النادي الاهلي عنده قرارات تخص الرياضه، عنده فرق بتنافس في كل اللعبات، فبيجي يدرس الموضوع جيدا. انا محتاج ايه؟ ايه التارجت بتاعي؟ ايه الهدف بتاعي؟ عايز اخد بطوله الدوري، عايز اخد بطوله الكاس ده في كره القدم، عايز اخد دوري ابطال افريقيا، عايز اخد بطوله السوبر. طيب محتاج ايه؟ محتاج ان انا اكون فريق بالشكل المعين، بمدير فني بالشكل المعين، اجيب لعيبه بالشكل المعين عشان في النهايه اطلع بمنتج ان انا اخد الدوري والكاس. فالنادي الاهلي بيستشير وبيسترشد وبيدرس جيدا قبل ما ياخد اي قرار. نفس الشيء في الالعاب الجماعيه، نفس الشيء في الانشاءات، في كل شيء النادي الاهلي لما بيجي يعمل منشاه بيجيب المهندس المختص، بيعرض عليه الامر، يبتدي يعرض عليه الامور، ده مناسب ده غير مناسب، عشان كده بيبقى الموضوع فيه طفل. ولكن للاسف اللجنه الاولمبيه اللي هي بتمثل الدوله لما بتيجي تاخد بعض القرارات ما بتدرسهاش، وعدم الدراسه الجيده بيوقعك في مشاكل، بيعاك في مشاكل تصل الى العند، ان الموضوع اصبح عند ممكن يبقى شخصي، ممكن يبقى له سبب اخر احنا مش عارفين، ومش عارفين ليه، لان الموضوع حتى الان مش منطقي. مش منطقي ان انا اخد قرارات مهمه بهذا الشكل دون دراسه ولاي سبب، وايه المغزى؟ يعني ايه المغزى ان انا اطلع ان مجلس اداره النادي الاهلي ما مشيش على اللوائح والقوانين؟ طب ايه القوانين يا باشا اللي حضرتك قلتها؟ ما انت ما قلتش حاجه في القانون تخص هذه النوعيه من الاجتماع الخاص للجمعيه العموميه، حضرتك ما فصلتش، وحضرتك ما ردتش زي ما قال كابتن حمد المصري اللي هو عضو اللجنه الاولمبيه، اللي زي ما قالوا برضو خبراء القوانين اللي منهم برضو كانوا من اللجنه الاولمبيه، رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق وخبراء القوانين، الكل اجمع ان النادي الاهلي موقفه قانوني، وان اللجنه الاولمبيه المصريه لم ترد ايه هي الصيغه القانونيه اللي النادي الاهلي خالفها. فالموضوع بياخدنا لاتجاه غريب. يعني انا هقول لحضراتكم برضو زي ما قال الكابتن حمد المصري، هو هل اتحاد الكوره هيجري انتخاباته على اللائحه الاسترشاديه؟ حتى الان مفيش اي كلام اتقال على هذا الشان او بهذا الشان. طب الغموض اللي في إدارة الأمور ده هيؤدي لإيه؟ طيب أنا هقول لحضراتكم كده بالمختصر المفيد. اللجنة الأولمبية مع وزارة الشباب والرياضة دورهم إن مصر تاخد إنجازات في الرياضة، تحقق إنجازات في الرياضة وترتقي مستوى الرياضة. فأقول لحضراتكم على مدار السنين منذ بداية الدورات الأولمبية ومشاركتنا
احنا كويسين في ثلاث اربع لعبات، منهم مثلا رفع الاثقال، البوكسنج، التايكوندو، الجودو، في بعض الاوقات بنحقق نتائج في الشيش. يعني هو ثلاث اربع لعبات احنا كويسين فيهم بشكل كويس جدا. انا اتحدى ان يكون في حد في اللجنه الاولمبيه عنده مشروع احنا هنعمل ايه في طوكيو. اتحدى ان يكون حد جوه اللجنه الاولمبيه عارف احنا رايحين فين في الرياضه. اتحدى، لان بهذا الشكل باين المردود. ما دام انت ما درستش حاجه عايز تمشي عليها كل الانديه وبتعند مع النادي الاهلي، والله اعلم هو عنده شخصي ولا عندي ايه ولا ايه المغزى ولا ايه المطلوب، يبقى اكيد انت مش عارف ايه اللي هيحصل في الرياضه عندك، لان انت عندك قصور. احنا بنتابع في المصارعه عندنا مشاكل، رغم ان احنا كنا في بعض فتره من الفترات عندنا مصارعه كان افضل مصارعه في العالم، بل ان المصارعه كانت هتتشال من دوره من البطولات الاولمبيه، ولكن بسبب كرم جابر هو اللي خلى واجبر المسؤولين ان كانوا هيشيلوا لعبه المصارعه لانها رياضه غير ممتعه، وكسب ميداليه ذهبيه عدم تكافؤ، وفي الاخر مش عارفين مصير. طب اللي بعد كرم جابر، خلاص كرم جابر حصل فيه مشاكل بغض النظر ايه الاسباب، يعني كان لازم يتفتح ملفات في حاجات كتير واتحادات كتير قوي، لازم اللجنه الاولمبيه هي دي الحاجه الرئيسيه بتاعتها، انها بتباشر شغل الاتحادات عشان في الاخر مصر هتحقق ايه بالشكل ده. الموضوع ماشي بالحب، وهقولها لحضراتكم تاني وتالت ورابع، لما تيجي تتكلم مع اي حد اجنبي وتساله انتوا ليه متقدمين يقول لك there is no حبيب، مفيش حاجه بالحب. فبناء على ذلك بيتم دراسه كل شيء بشكل كويس، بياخد الخطوات اللي انت بتحقق التارجت بتاعك، لانك لازم يكون عندك تارجت. حتى الان احنا مش عارفين ايه تارجت اللجنه الاولمبيه وايه الهدف اللي بتسعى ليه اللجنه الاولمبيه المصريه، وده كان كلام مهم جدا ولازم نقف عنه. نروح لنادي الاهلي واستعداداته لدوري ابطال افريقيا. احنا كنا ناويين امبارح وقلنا لحضراتكم ان في سؤال الحلقه، من هو اخر لاعب سجل في مرمى الترجي التونسي؟ وانا سهلتها على حضراتكم، قلت له هو لسه بيلعب في النادي الاهلي. صراحه جالنا العديد من الاجابات، وبطالب حضراتكم مره ثانيه انه الناس اللي عايزه تحضر الماتش تتابع في ارسال الاجابات، ولازم تكون الاجابات صحيحه على صفحه قناه الاهلي، عشان ان شاء الله بكره هنعلن الساده الفائزين اللي هيجي يسلموا التذاكر من مقر قناه النادي الاهلي عشان يقدروا يروحوا المباراه ويستمتعوا بالتشجيع ودعم ناديهم المفضل نادي قرن النادي الاهلي. عنده مواجهه قويه جدا ومهمه جدا امام الترجي. النهارده كابتن حسام البدري في تمرين اليوم كان في اجتماع خاص ما بينه وما بين احمد الشيخ قبل المران. الاجتماع كابتن حسام البدري عنده فكر خاص، واحمد الشيخ ابتدى ينسجم اكثر في صفوف الفريق، احرز هدف امام طلاع الجيش، هدف مهم من ضربه ثابته، ودي من الحلول اللي بتبقى موجوده ليك في الملعب. فتحدث مع احمد الشيخ لمده خمس دقائق وبعض التعليمات ما بينه وما بين احمد الشيخ، وبالتاكيد هي جلسه تحفيزيه وفنيه ما بينه وما بين احمد الشيخ احد الركائز اللي خلاص ابتدى الكابتن حسام البدري يركز انه يدعمها بشكل كبير جدا، وانها تدعم الفريق بشكل كبير جدا في الفتره المقبله. ايضا الشعلالي انيس الشعلالي المدير طبعا مدرب الاحمال التونسي خاض الفتره الاولانيه من الفقره البدنيه اللي كان مدتها 30 دقيقه، ووزن في احمال هذه الفقره، لان النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا. وصراحه الشعلالي من الناس اللي ادت شغل رائع في الفتره الماضيه. كابتن حسام البدري ابتدى يحط ملامح التشكيل في التقسيمه اللي حصلت بعد الفقره البدنيه، وكان بيركز ان وارد جدا هيبقى الخط الهجومي وليد ازارو اجاييه الجبهه اليسرى، والشيخ في الجبهه اليمنى، وعبد الله السعيد، وتحتيه وعاشور والسوليه، وعوده معلول وفتحي وسعد ورامي ربيعه في خط الدفاع، وشيف اكرام. ولكن وارد انك تشوف وليد سليمان، وارد انك تشوف مؤمن زكريا،
كابتن حسام البدري في سيستم للفرقه، ودي من الحاجات اللي تحسب له انه حاطط سيستم الفرقه. انت عارف الفرقه الشكل الاداء هيبقى عامل ازاي، ولكن في بعض الاوقات بيبقى التغيير في لاعب اثنين ماكسيمم ثلاثه زي ما شفنا امام طلائع الجيش، ولكن طريقه لعب الكابتن حسام البدري بقت واضحه في سيستم. اللعيبه حافظه وبتادي بشكل كويس جدا. اللعيبه اللي مش هتشارك عمرو بركات واسلام محارب وباكا كانوا عندهم تدريبات مع ايضا وليد سليمان، كان معاه الكابتن انيس الشعلالي عندهم تدريبهم، وغاب كل من احمد رمضان بيكهام واحمد حمدي واحمد ياسر ريان واكرم توفيق لاعبي فريق الشباب بالنادي عن المراد عشان عندهم ماتش مع فريق بتروجيت للشباب في دوري الشباب. ده كان ابرز ملامح التدريب اللي حصل اليوم. النادي الاهلي بيستعد لمواجهه الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه، مباراه مهمه. لكن هرجع تاني اقول لازم نحط الامور في نصابها الطبيعي. فرقه الترجي فرقه كويسه، فرقه محترمه، ولكن النادي الاهلي لا يهاب احد. النادي الاهلي هو اكثر بطل حصل على بطوله دوري ابطال افريقيا 8 مرات، وهو من ابرز المرشحين للفوز بالبطوله، وبيحترم الترجي بشكل كبير جدا، عارف قدرات لعيبته، وهنتكلم باستفاضه في الحلقات المقبله عن طريقه لعب الترجي وازاي كابتن حسام البدري يقدر يتخطاه. ان شاء الله كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في تخطي النادي الترجي في الفترة المقبلة وذهابا وإيابا أمامه في دوري أبطال إفريقيا. نروح لخبر آخر، خبر مهم. مهندس محمود طاهر صرح إن رابطة الأندية المحترفة هي المسؤولة عن إدارة الدوري. صراحة ده أمر أصبح طبيعي، كل الدوريات العالمية هنناقش لحضراتكم الدوري الأبرز في العالم الدوري الإنجليزي له إدارة أندية محترفة هي اللي بتعمل كل إجراءات ترتيباته بكل شيء، ماسكة الموضوع تسويقيا وتنفيذيا وكل شيء هو من قبل رابطة الأندية المحترفة. الاتحاد الإنجليزي بينظم بطولة الاف اي كاب اللي هي كأس إنجلترا، وبيبقى له متابعة أكثر للدوري طبعا المنتخب الإنجليزي وبعض البطولات الأخرى زي الكارلين كاب، ولكن الدوري الإنجليزي اللي هو الإنجلش بريميرشيب ده خاص برابطة الأندية المحترفة. أيضا الدوري الإسباني عنده رابطة الأندية المحترفة. كل الدوريات العالمية رابطة الأندية هي اللي بتحدد له ضوابطه، هي اللي بتحدد له تنفيذيته، آليات تنفيذه، آليات ترتيباته، ناحية التسويق، ناحية البث، الكلام اللي كله في الموضوع بيبقى من قبل رابطة الأندية المحترفة. المهندس محمود طاهر أكد خلال اجتماعه في للمناقض يوم الأربعاء في نادي طنطا إن رابطة الأندية المحترفة هي اللي هتكون مسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بشرط الاتفاق بين الأندية على اللوائح الخاصة بها. يعني في لوائح هتطرح على الأندية، إن الأندية هتوافق عليها هيبقى خلاص الرابطة هي المسؤولة عن كل شيء. وقال إن الاجتماع اللي يعقد حاليا في طنطا بحضور أندية الدوري هيتم خلاله مناقشة بنود لائحة رابطة الأندية المحترفة للوصول إلى اتفاق نهائي حول بنودها أجل تطبيقها في الفترة المقبلة. قررت اللجنة الخماسية لوضع لائحة رابطة الأندية المحترفة عقد اجتماع آخر هيبقى إن شاء الله يوم 1 أكتوبر المقبل، يتضمن انتهاء من الصيغة النهائية للائحة اللي نوقشت خلال الاجتماع العقد اليوم بنادي طنطا. وقرر أعضاء اللجنة الذين تواجدوا اليوم الانتظار حتى إرسال نهاية حجاج نائب رئيس نادي الأسيوطي مقترح للائحة التي تم وضعه من أجل دمجه مع المقترح المقدم من اتحاد الكرة. يعني اتحاد الكرة قدم مقترح والأندية هتقدم مقترح على الأندية في الاجتماع السابق من أجل الخروج بشكل نهائي للائحة رابطة الأندية. يا جماعة بصوا هنا الفارق، الأندية بتسبق أو بتسبق، الله يخليها لغة عربية فصحى، بتسبق المؤسسات في إنها تطلع بمضمون يديك نتائج إيجابية أو مضمون يرتقي بمستوى بطولة. الأندية بصوا بتتباحث إزاي، بتاخد مقترح من هنا وبتاخد مقترح من هنا وبتدرس جميع الأمور، الأمور اللي بتخص الأندية الكبيرة، الأندية الشعبية، أندية المؤسسات، كل أندية لها طوابعها أو طابعها الخاص، وبناء عليها يتم الاتفاق على لائحة بتطبق على الكل. بص هنا ده الاسترشاد الصح، ده العمل البروفيشنال، العمل الاحترافي بيبقى كده، مش عدت علينا مرور الكرام، مش موضوع بين عشية وضحاها نلاقي الموضوع
في لوائح وبتطبق ومش مهم بقى فيها مشاكل ما فيهاش مشاكل الموضوع يعني خلاص هنأدي اللي احنا عايزينه وخلاص. اللي حضر اجتماع اليوم المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي، السيد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، وبكر سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصه، نهاد حجاج رئيس رئيس نادي الاسيوطي، احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره، وايضا مصطفى عزام امين سر المجلس. يعني كمان في اثنين اعضاء مجلس اداره من اتحاد الكره كانوا ممثلين. كل الجهات المنوط بيها انجاح رابطه الانديه كانت موجوده. من الاخر لما الموضوع بيدرس جيدا هتبقى نتائج كلها ايجابيه، وهكذا يجب ان تتم الامور. الامور يجب ان تدرس جيدا عشان تاخد نتيجه وتاخد محصله. كل التوفيق لرابطه الانديه المحترفه. والدوري الانجليزي اللي كان في وقت من الاوقات من اكثر الدوريات الممله في العالم، كان بيتقال عليه اجلي فوتبول، بقى الدوري رقم واحد من نسبه المشاهده بسبب رابطه الأندية المحترفة للدوري الإنجليزي. افتكروا كلامي، دوري المصري الممتاز لما يكون في رابطة أندية محترفة ويتم دراسته بشكل كبير جدا وشكل مهم مميز، إن إزاي أدعم الفرق وأديها أكتر عائد تقدر إنها تصرف من خلاله على كل الجوانب. الصرف الأندية ما هوش صفقات بس، موضوع معسكرات، موضوع مواصلات، موضوع كبير جدا على الأندية، عبء كبير طوال الموسم. في أندية في بعض الأوقات بتعتذر عن المشاركة في المسابقات عشان ما عندهاش تكاليف المعسكرات. فكل ده لما يتم دراسته بشكل كويس جدا في النتيجة المحصلة النهائية، إن هتلاقي منتج جيد يقدر يفيد في المستوى الأول منتخب مصر اللي إن شاء الله على أعتاب كأس العالم. نروح لكرة السلة وملوك الصلاة. فوز رجال سلة الأهلي على 6 أكتوبر. فريق كرة السلة بنادي الأهلي فاز بدوري المرتبط وبطولة أفريقيا، وكابتن طارق خيري من أكفأ المديرين الفنيين كانوا بيلعبوا فريق 6 أكتوبر، فازوا عليه بنتيجة 75-52 في إطار المباراة الودية اللي جمعت الفريقين على صالة النادي الأهلي بالجزيرة. وطبعا ده استعدادا للموسم الجديد. الصراحة من أبرز الحاجات إن الكابتن طارق الغنام من اقوى البيفوتس او اللعيبه السنتر، اللعيبه اللي بيلعبوا ارتكاز في كره السله المصريه عبر التاريخ، تراجع عن قرار اعتزاله وهيشارك مع النادي الاهلي مره ثانيه. طارق الغنام اللي هو لابس القميص القط طبعا الازرق، اطول واحد في الملعب ما شاء الله، لعيب من اللعيبه المهمه جدا سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي، والكل فرحان وسعيد عن عدوله للاعتزال لانه لاعب من اللعيبه المهمه جدا في هذا المركز سواء في الاهلي او في منتخب مصر. نروح لاقوى بطوله في العالم، دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. صلاح بمشاركته يتعادل ليفربول امام اشبيليه او سيبيا بهدفين مقابل لا شيء. صراحه المجتهد ربنا بيكافئه، ما شاء الله محمد صلاح خطوه بعد خطوه بيسجل اهداف اكتر. النهارده ادى مع فريق ليفربول بشكل مميز جدا، استطاع ان هو يحرز الهدف الثاني لفريق ليفربول وكان له العديد من الفرص. حتى الهدف اللي احرزه صلاح كان الهدف الثاني، الكرة اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها. ودي بصوا الصورة ديت أجمل حاجة، واحد شايل علم مصر بعد ما فيرمينيو أحرز الهدف الأول، واحد في الجمهور قاعد ورا المرمى فريق ليفربول، واللي يروح ملعب الأنفيلد بارك في ليفربول هو أفضل ملعب جماهيري في إنجلترا، تحس بفعلا إحساس ونبض الجمهور في هذا الملعب. ولما يترفع فيه علم مصر ده بسبب ان عندك لعيب اسمه محمد صلاح ما شاء الله بيتألق بيزيد مستواه مباراه بعد مباراه، لعيب اساسي مع يورجن كلوب بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، وهو وفيرمينيو وماني عاملين حاله هجوميه جميله صراحه ومؤثره وفعاله مع فريق الريدز الميرسايد ريدز امام اي منافس. فريق اشبيليه من الفرق الكبيره جدا، من الفرق اللي فازت ببطوله اليوروبا ليج كذا مره، اي فريق من اسبانيا فريق بيلعب كوره على الارض، فريق مميز. ولكن ادي صلاح كان فعال، كان مؤثر. صلاح
افتتح وسام من يدر التسجيل لسيبيا في الدقيقة 5، وبعد كده روبرتو فيرمينيو أحرز الهدف الأول في الدقيقة 21، بعد كده جاء ضربة جزاء لليفربول ضاعها فيرمينيو في الدقيقة 43، ولكن خواكين كوريا أحرز الهدف الثاني قبل أن يحرز صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول، وتنتهي المباراة بالتعادل هدفين مقابل لا شيء. في نفس المجموعة تعادل سبارتاك موسكو مع ماريبور السلوفيني بهدف مقابل شيء، وده كده بهدف هدف مقابل هدف، ده اللي احرزه الهدف السلوفيني كان بعد ان تقدم سبارتاك موسكو به الهدف، احرزه هدف التعادل، وبهذا التعادل اصبحت كل المجموعه لديها نقطة واحدة، وده شيء إيجابي إن فريق ليفربول لما يتعادل برضه المنافسين بيتعادلوا، فبيديله أفضلية إنه في اللقاءات الأخرى يعني ممكن يصارع على إن هو يبقى أول المجموعة. نكمل مع دوري ابطال اوروبا والشامبيونز ليج، وكريستيانو رونالدو لا زال يحطم الارقام، 105 هدف هو الهداف التاريخي حتى الان والاكثر تهديفا في بطوله دوري ابطال اوروبا بفارق اكثر من 11 هدف عن اللاعب ميسي اللي احرز 94 هدف بعد هدفيه امام اليوفي في الامس في دوري ابطال اوروبا في مواجهه برشلونه واليوفي. كريستيانو رونالدو لما بيعود ريال مدريد بيضاف له الكثير، استطاع زيدان انه يخلي ريال مدريد فريق جماعي، استطاع زيدان انه حتى بدون كريستيانو رونالدو انه يقدم عروض كويسه، ولكن الدون هو الدون، الدون قماشه ثانيه، امكانيات اخرى، حاجات جميله جدا بيقدمها في اللقطات الهجوميه، في صناعه الاهداف وايضا في احراز الاهداف، ودائما هو من يصنع الفارق مع اي فريق سواء منتخب البرتغال او مع فريق ريال مدريد. كريستيانو رونالدو احرز ثنائيه، وسيرجيو راموس احرز ايضا الهدف الثاني، كان ابتدى كريستيانو في الدقيقه 12 احرز الهدف الاول بمتابعه جيده جدا للعرضيه اللي عملها جاريث بيل، وفي الدقيقه 51 احرز من ركله جزاء قبل ان يحرز سيرجيو راموس هدف، صراحه دبل كيك كان شكله رائع جدا عشان المرينجي يتربع على صداره المجموعه الثامنه متفوقا بفارق الاهداف عن توتنهام اللي تغلب على بروسيا دورتموند بثلاث اهداف مقابل هدف، صراحه كان ايضا لقاء رائع جدا. هاري كين احرز هدفين في هذا اللقاء، وايضا النجم الكوري سون كان احرز هدف لتوتنهام، وبروسيا دورتموند كانت احرزت هدف في ملعب ويمبلي، ويبدو ان هذه المجموعه لن تكون سهله بالمره لان لسه هنشوف الريال امام دورتموند وايضا امام توتنهام، وهيبقى ماتشات في منتهى القوه. أكمل مع حضراتكم في دوري أبطال أوروبا والنتائج، مانشستر سيتي يتفوق ويسحق فاينورد روتردام برباعية كانت حتى على أرض فاينورد روتردام في هولندا. صراحة جراديولا خطوة بعد خطوة بيبعد السيتي في المستوى، بيبقوا مستواهم أعلى مرة بعد مرة بالانتدابات اللي جابها سواء مندي وكيلان ووكر، مندي في الجبهة اليسرى وكيل ووكر في الجبهة اليمنى، ابتدى الجناحات اللي كان بيعتمد عليها جراديولا في كل فرقه السابقة تعود مرة تانية أن تكون طائرة وأن تكون لها دور إيجابي ودور فعال مع فريق مانشستر سيتي. ابتدى اللاعب جون ستونز التهديف لفريق مانشستر سيتي من عرضية، ثم أحرز سيرخيو أجويرو الهدف الثاني أيضا من عرضية قبل ما يحرز جون ستونز الهدف الثالث والثاني له، وجون ستونز ابتدى ايضا هو كمان يقول ان انا صفقه رابحه لانه كان قدم من ايفرتون العام الماضي وكان عليه كلام كبير جدا لانه كان جاي بمبلغ كبير، وجابرييل خيسوس ايضا احرز الهدف من احد الهدف الثالث قبل ان يحرز جون ستونز الهدف الرابع، وجابرييل خيسوس كان بيحرز هدف وكان في وضع الناس افتكرت ان هو في وضعيه تسلل ولكن هو كان غير متسلل بالمره. صراحة مانشستر سيتي مع جراديولا ممكن ان هم يصلوا الى مراحل ابعد من اللي وصلوا فيها العام الماضي قبل ان يخسر امام موناكو في دور الثمانية.
في نفس المجموعه شختر دونيسك الاوكراني تغلب على نابولي بهدفين مقابل هدف. والصراحه الحارس الايطالي عفوا الاسباني رينا كان احد اسباب تفوق فريق شختر دونيسك في كره عرضيه، طلع مسك الهواء ومهاجم شختر احرز الهدف، وكده ابتدت ضوابط المجموعه تروح ان نابولي عليه ان هو يفوز حتى يعود مره ثانيه للمنافسه. وفاينورد كده بعد خسارته على ارضه، كان بصراحه يعني فاينورد من الانديه اللي ليها باع كبير على فكره، لعب ليه نجمنا الكبير حسام غالي وايضا هيثم فاروق من قبل، يعني كان فيه لعيبه مصريين، ولكن فاينورد في هذه الفتره ليس في افضل حالاته، ومانشستر سيتي هو متفوق مع بيب جوارديولا. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.